على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بتفسير الآيات المباركات في من سورة الأنبياء في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات الكريمات من سورة الأنبياء يرد الله سبحانه وتعالى على اعتراض المشركين وعبدة الأصنام الذين لما سمعوا قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. قالوا إذن المسيح عبد من دون الله، المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عبد من دون الله، إذن يكون مع أهل النار. الله جل وعلا رد عليهم بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فعيسى عليه السلام ممن سبقت لهم الحسنى من الله، وهو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وهو رسول الله عبده ورسوله، فلا يدخل مع عبدة الأصنام النار كما ظنه المشركون واعترضوا به على هذه الآية الكريمة. ولهذا قال في الآية الأخرى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو، يعني المسيح عليه السلام، فهو عبد كما عبدت آلهتهم من دون الله، ولكن الذي يعبد وهو لا يرضى بعبادته وينهى عنها لا يدخل في هذا الوعيد ولا يدخل في الذم، لأنه يتبرأ ممن عبده. وعيسى عليه السلام في حياته كان ينهى عن عبادة غير الله عز وجل، وينكر على المشركين ويدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى كإخوانه من الأنبياء والمرسلين، فليس لهم شبهة في هذه الآية، وإنما يريدون بذلك التمحل والاعتراض فقط، وهذا لا ينفعهم عند الله. قال جل وعلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، سبقت لهم في قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى الحسنى وهي الجنة، أولئك عنها أي عن النهار أي عن جهنم، أولئك عنها مبعدون عن النار، لا يسمعون حسيسها أي صوتها وأصوات المعذبين فيها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، هم في خلود في النعيم وما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فهم في الجنة بعيدون عن النار وحسيس النار وأصوات أهل النار وعذاب النار، ولله الحمد والمنة. ثم قال جل وعلا لا يحزنهم الفزع الأكبر، ذلك حينما تقوم الساعة وينفخ في الصور فإنه يحصل فزع
قال جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. فأهل الكفر يفزعون ويخافون من هذا الهائل من هذا الهول العظيم، إلا أهل الإيمان من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم فإنهم يكونون آمنين، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون من النعيم والسرور، لا يلقون مكروها ولا يحزنهم الفزع الأكبر وأهوال يوم القيامة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. هكذا يكون حالهم يوم القيامة، وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. فهذا مصير أهل الإيمان من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم عند قيام الساعة وعند الفزع الأكبر. ولذلك جاء في الحديث أن الساعة لا تقوم وفي الأرض من يقول الله الله، ذلك أن الله يقبض أرواح المؤمنين قبل ذلك، ولا يبقى إلا أهل الكفر وأهل الشرك. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، إنما تقوم الساعة على شرار الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. فهذا مصيرهم يوم القيامة بخلاف مصير الكفار، فإنهم يلاقون هذا الفزع عند قيام الساعة والعياذ بالله. لا يحزنهم الفزع الأكبر وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. فعلى المسلم وعلى المؤمن أن لا تروج عليه شبهات أهل الكفر وأهل الإلحاد الذين يريدون أن يصرفوا المسلمين عن كتاب الله بالشبهات والاعتراضات الباردة، فإن الله جل وعلا رد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قال عن القرآن: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلا يدلي ملحد بشبهة إلا وفي القرآن ما يبطلها ويبين كذبها، ولله الحمد. نعم. يوم تكملة الآية يا شيخ: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا بيان لما يكون يوم القيامة، أن الله يطوي السماوات والأرض، كما قال جل وعلا: والسماوات مطويات بيمينه. فيطويها سبحانه وتعالى بيمينه سبحانه، ويقبضها قبضا، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه وعظمته سبحانه وتعالى. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، المراد بالسجل هو والله أعلم الكاتب الذي يكتب ويطوي الكتب والأوراق التي كتب فيها. كما بدأنا أول خلق نعيده، الله جل وعلا قادر على إعادة الخلائق وبعث الناس من قبورهم كما أنه بدأهم أول مرة، ولا يعجزه شيء. والله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلا يعجزه شيء. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. الله وعد بهذا: إنا كنا فاعلين ما وعدنا به، لأن الله جل وعلا لا يخلف وعده،
وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم على تفسير هذه الآيات المباركات من سورة الأنبياء.